وللحديث عن دلالات قيام قوة أمنية قادمة من محافظة واسط بدقة عشائرية على منزل أحد المواطنين في منطقة حصيبة الشرقية بالأنبار، معنا الناشط السياسي فايز الشاووش. مرحبا بك معنا. حياك الله ومرحبا. بداية، ماذا يعني هذا الهجوم على منزل أحد المواطنين في منطقة حصيبة الشرقية بالأنبار؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وإلى كل الأحرار في العراق والأمة العربية الذاتية. بكل تأكيد هذا الموضوع حتى وإن كان يعني فيه نوع من التعامل أو من الشراكة في عمل أو أي شيء، لكن هو بكل تأكيد يعتبر تجاوز على الأعراف العشائرية والقانونية. ومن الجانب الثاني، لو كانت الحكومة يعني ذات سيادة وذات سلطة في العراق على جميع محافظات العراق، كيف عبرت هذه المجموعة المسلحة لأكثر من 15 سيطرة ووصلت إلى الأنبار؟ وهذا يعتبر استهانة بالحكومة، ولا توجد سيادة وسلطة قرار لدى هذه الحكومة. ومن الجانب الثالث، لو كان أحد أبناء الأنبار يخرج من محافظات الأنبار إلى بغداد، لن يتمكن من حمل الطاقة واحدة بدون أي سلاح، فكيف عبرت هذه المجموعة وهي مدججة بالأسلحة؟ ومن الجانب الرابع، يجب على أبناء محافظة الأنبار، أبناء هذه العشيرة بالذات، كيف تساندها بقية العشائر بأن تتخذ موقف؟ وفي العرف العشائري عندما تعتدي مجموعة مسلحة على عشيرة أخرى يجب على بيوتها، يجب أن لا يخرج منها واحدا سالما. نعم. لأن هذا يعتبر اعتداء على حرمة بيت وعلى حرمة عشيرة وعلى حرمة أبناء محافظة، وبالتالي هذا يعد استهانة، بالإضافة إلى أن بأن هذه المجموعة بكل تأكيد مدعومة من جهة ميليشياوية. نعم. مكنتها بالاعتداء سيد فايز إلى إلى هذه المحافظة ومكنتها بإعطاء وهذا يثير سؤال آخر عن وهذا يثير سؤال آخر مهم عن تخوفات من تصاعد هذه الأعمال ضد مناطق بعينها على يد الميليشيات. بكل تأكيد هو إعطاء هذا الضرب يعني بأنه رسالة واضحة بأن التهديد ليس لهذه العائلة فحسب، بل تهديد لأبناء المحافظة جميعا، وهذا يحمل جانب آخر هو جانب الضغينة الطائفية من قبل هذه المجموعة المسلحة، والتي أثبتت بأنها مدعومة من قوى ميليشياوية أو من حزب موالي لها بهذا التصرف العرعن. نعم. ماذا عن الدولة وعن السلطات الأمنية؟ لماذا تقف عاجزة عن القبض على هذه الميليشيات ومصادرة أسلحتها وحماية المواطنين منها؟ يعني كان على المفروض أولا السلطات الأمنية في محافظة الأنبار أن تتخذ موقف فوري حاسم قبل خروجهم من محافظة الأنبار. ومن الجانب الثاني، على الحكومة العراقية إن كانت جادرة تتعامل بعين واحدة أن تأخذ دورها وتعتقل هؤلاء المجموعة المسلحة مهما كانت أبعادهم أو مهما كانت مسنودة من قبل أي جهة. ولكن ثبتت خلال هذه السنوات الماضية بأن لا سيادة للحكومة، وأن السيادة الآن للجماعات المسلحة وللميليشيات التي سيطرت على ملفات الدولة العراقية. نعم. طيب، من ناحية أخرى، تزامن هذه الأحداث مع نية الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، إلى أي مدى يكرر سيناريو الانهيارات الأمنية والانفلات الحاصل والأحداث الطائفية قبيل الانتخابات؟ يعني هذا ما قبل الانتخابات، هذه الحالة لا تشكل شعرة من آلاف الكيلوات أو آلاف الأطنان من الخطورة التي ستحصل بالمستقبل، لأن المستقبل صعب وقاسي جدا، لأن المتمسكين بهذه السلطة طيلة 18 عام ولن يتمكن الشعب العراقي من ردعهم أو المجتمع الدولي متواطن معهم، فبالتالي لن يضحوا بهذه المناصب وهذه النزواء وبهذه الامتيازات. نعم. مهما كانت الظروف، فبالتالي لم يكون هناك أي تغيير وأي انتخابات تحت ظل السلاح المنفلت وتحت ظل الميليشيات المسيطرة على جميع مفاصل الدولة العراقية. إلى متى ستستمر أزمة السلاح المنفلت، وكيف يمكن يعني إيقاف ذلك؟ ما المطلوب؟ يعني ما دامت هناك أكو قضية واحدة هي تحسم الموقف كله،
ما دام هناك هيمنه كامله ايرانيه وميليشيا على لا علاج في العراق بوجه في وجود سيطره ايرانيه وهيمنه ايرانيه وميليشياتيه واحزابها المتسلطه في العراق الا في ازاحه هذه الطبقه السياسيه، ولن تزاح هذه الطبقه السياسيه الا بانهاء الوجود الايراني والميليشياوي في العراق. أشكرك جزيلا سيد فايز الشاووش الناشط الشبابي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.